السلام عليكم، معكم إيمون، وفي هذا الفيديو وكما سأحاول أن أفعل كل شهر سأقدم خريطة جديدة على فورتنايت. من المفترض أن تعجبكم هذه بسبب بساطتها، هي شبيهة بالحرب العالمية، لا أذكر ما العدد لأنه هناك الكثير منها، ولكن حاولت أن أتخلص من جميع عيوب الخرائط القديمة وأن أضيف أشياء لطيفة هناك مثل سانس وعينه اللامعة. بكل بساطة هي مخصصة للقتال فقط ولا شيء آخر، وضعت بعض الأشياء للتصويب ولكنها فقط من أشياء إضافية. إذا كنت في الأسفل وتريد الصعود لتغيير السلاح لا داعي للبناء، بل بكل بساطة هناك مدخل يؤدي إلى فوق، وأهم شيء هناك جدار مخصص أضع فيه اسم كل شخص ساعد في جعل الخريطة أفضل مما كانت عليه باقتراحاتكم المهمة. إذا أعطيتني فكرة جيدة حتى نضيفها في الخريطة ستجد اسمك هناك تحت الصورة. لا تنسى كود الدعم ميمو، الجزء الثاني من أسرار فورتنايت. لا أعرف هناك البعض، ولكن لا يكفي حتى أنشر فيديو عنها. سننتظر المطورين حتى يقوموا بنشر تحديث جديد، تحديث مهم جديد، نحن ننتظر.